من غزة وجواز فلسطيني وتلف العالم تناقض كبير بالفكرة. بس إذا بدأت من الفكرة وكان عندك إصرار على الوصول راح تصل، ولكن مش بالصورة أو بالفكرة اللي الكل متخيلها أو متصورها. محمد البراوي ولد صغير انولد بحلم، وبدت من هاي المنطقة اللي هي من المدرسة. كنت في المدرسة في الابتدائية طلب منا أستاذ نقرأ قرآن، فكل الطلبة أشروا علي، فأنا هان صابني شوية توتر على خوف على قلق، فقريت. بعد ما خلصت أقرأ أجل الأستاذ قال لي كلمة واحدة، قال لي الصبح بدري بدي أشوفك على منصة المدرسة. في هذه اللحظة صابني قلق وخوف وتوتر، طب إيش بده مني؟ صحيت ثاني يوم جيت بدري قبل أي حد ما يجي على المدرسة، واقف هيك على باب المدرسة، أجا المدرس أخذني من إيدي وقفنا عند منصة المدرسة، قال لي يا محمد تفضل اقرأ قرآن. وأنا هان صايبني قلق الدنيا وتوتر والدنيا بتلف حولي، مسكت المايك وبديت أقرأ قرآن. بقرأ كنت من سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. كل المدرسة والطلاب بسمعوا لي. خلصت لقيت في تصفيق حار من المدرسة ومن الطلاب ومن الأساتذة. هان صابني سكينة، ومن هذا اليوم وأنا بشارك المدرسة بكل أنشطتها. هذا في المرحلة الابتدائية والإعدادية. في المرحلة الثانوية قررت إني أشتغل وأعتمد على حالي، ونزلت أشتغل في السوق، كان قريب من دار سيدي في غزة، كنت أنام عند دار سيدي في العطلة الصيفية. وأنا بشتغل في السوق كنت واقف على باب المحل بغني بدندن، فكل ما حد يجي بسمع زي هيك بلاقيه دخل المحل، فصرت إيش يعني خلى المحل زي آذن إنه كل ما حد يجي يغني، أنا بغني والكل بدخل، أنا بغني والكل بدخل. طلعت من السوق وخلصت الأمور طيبة، صرت أهتم في موضوع أن أقرأ قرآن وأدخل في موضوع الأناشيد. مشيت في المرحلة الثانوية، في هذه المراحل كان معي والدي دائما بيشجعني أغني هان أغني هان أغني هان، كان يخدني معاه لأكثر من حفلة. رحت أول مرة على حفلة فرضني فرض على المطرب اللي بغني، مين جايبه هذا؟ طب إيش بده؟ كذا في كلمات كانت كتير تحبطني وكانت تضايقني من المطربين على مستوى غزة المشاهير، فهذا الشيء ما كانش يحبطني، كان يزيد من حلمي انه لازم تصعد، لازم تصل، لازم يكون عندك طموح. بعد الثانويه التحقت في مؤسسه ايام المسرح اللي احنا فيها، لقيت التحقت في برنامج الدبلوم، فكان عندي دور يعني دور فكاهي ودعابي وبغامر وبجرب اشياء كثير، فهذا الدور الهمني إنه أخاطب نفسي بهذه الشخصية، إنه محمد أنت لازم تكون هيك، لازم تغامر، لازم تكون أنت صاحب مرحلتك. وأسئلة الطلبة وأسئلة الأطفال، كيف بتعمل الإشي هذا؟ كيف أنت بتعمل هيك؟ كيف كذا؟ فصار في عندي اتصال مع الجمهور عشان أصنع كتير أشياء جديدة. وقررت أنا أكون هذا الشاب صاحب الدور في المسرحية، وراح أتابع حلمي. ففي يوم من الأيام كنت بتصفح على موقع الفيسبوك، السوشيال ميديا، فلقيت برنامج اسمه محمد عبده فنان العرب، قلت لازم أسجل فيه، من هان ممكن يكون بداية الطريق. سجلت في هذا البرنامج، ما حدش رد علي، ضليت أحاول أحاول، وصلت لمين صاحب الموضوع بيكون قريب في فلسطين يعني، قلت له أنا اشتركت وهيك وهيك بدي أكمل في البرنامج، وضليت وراه وضليت مصر على الموضوع. قال لي تعال يا محمد، قعد معي وطلب مني 3 فيديوهات. في الفيديوهات قال بدنا نبعثهم للجنة. طب رحت بدي اغني، ايش بدي اغني مش عارف، غنيت 3 فيديوهات بعثت له اياهم ومتاكد انه انا مرفوض. بتفاجئ من 30 شخص اصواتهم جميله واللي بيعزف عود واللي عنده امكانيات فنيه كتير، اختاروني من بين ال 30 شخص. انا هان يعني صابني فضول وخلاص، ها بدا حلمك يتحقق، بدا يمشي. فحاولت اني اسافر، كان المعبر مسكر، فيش طريق فيش شيء، ضل وراي قال لي بدي اطلعك. فتح المعبر بعد 8 شهور لمرة واحدة، حط اسمي في أول تنسيق، طلعت، أخذت الطريق معي من مصر لبيروت 5 أيام، اتعذبت في الطريق، وصلت منهك، قعدت أسبوع على نفقة البرنامج في أوتيل، وكنت أنا جاي قبل المشتركين، عشان المشتركين سهل تجيبه من أي دولة، خلص الدولة بتجيبه في نفس اليوم بروح سهلة، بس إلا من غزة عندنا صعوبة في التنقل. وصلت بيروت قعدت 5 أيام، بعدها أجوا المشتركين.
من ضمن المشتركين كان أنا معي مشترك في غرفتي أردني، تعرفت عليه وعرفني على ناس ومشينا. دخلت على تجارب الأداء على المرحلة، كان في عبد الله رويشد، أصالة، عصام كمال، محمد عبده. دخلت أغني، كانت الدنيا برد وبرجف وخلص التوتر، فبغني لا أم كلثوم القلب يعشى. قالت لي أصالة وقف، فتفضلي. قالت لي أنت إيش دارس؟ قلت لها دارس محاسبة. قالت طب في إمكانية تبطل تغني وتكمل في المحاسبة؟ الله، أنا هذا أحبطت. قلت لها لا، بدي أغني لي، بدي أسمعك إشي تاني. قالت لا. بعدين اطلعت في اللجنة زي هيك، قالت عشانك فلسطيني غني. المهم غنيت هالموال. أوف أوف يا باي، لقيت الكل أعطاني انتباهه. كمل، قالت كمل، وخلصت أغني. قالت طب هيك حلو، مالك؟ قلت لها متوتر وخايف وهيك. قالت تمام، أخذت قبول في البرنامج، الحمد لله تمام. روحت من البرنامج على الغرفة، كل المشتركين روحوا على بلادهم إلا أنا مش قادر أروح، عارف المعبر مسكر وهيك، بيني وبينك كنت مبسوط يعني. فخليك. ضليت قاعد تقريبا شغلة شهر، وخلال الشهر هذا صرت أنزل على السوق في بيروت أدور على شغل، على أساس إنه إذا لقيت فرصة أضل هنا وخلاص بلا برنامج بلا حاجة. ما زبطتش، قالوا لي زهق من البرنامج، شهر قاعد على حسابنا وهيك. قالوا لازم تغادر أي دولة. كلمت والدي، قال لي يابا بعمل لك تنسيق على الأردن. وصلت مطار الأردن ما فيش إلا تنسيق، وهيك تورطت، لا بقدر أرجع غزة ولا أرجع لبنان ولا أدخل الأردن وأنا معلق في المطار. رحت على مطرح ما بيختموا الجوازات، قال لي إيش قصتك؟ قلت له قصتي صار معي هيك هيك، والبرنامج المرحلة الجاية هتكون في دبي. قال لي غني سمعنا حاجة. والله وغني موال للملك عبد الله. أنا أدخل، خلصت غني، لهو بيطلع الضابط من جوا بقول ليش قصتك؟ قلت له القصة مرة تانية. قال لي هات جوازك روح وقعد هناك. أخذت الجواز، قاعد بستنى ايش بيسوي. نص ساعة أجي خاتم الجواز، بقول لي وين بدك تروح؟ قلت له في شباب بعرفهم مش واقفين بيستنوني برا، تعرفت على شاب من كان معي في الغرفة. دخلت معه، قعدت أحلى أسبوعين في حياتي، دخلت ب 20 دينار وطلعت فيهم. أنت عارفين هناك أهل كرام، الله يحميهم يا رب. خلصنا، وصلت دبي بعد أسبوعين. رحت على المكان اللي كان فيه البرنامج، والبرنامج كان رافض يستقبلني عشان اللي صار معايا في بيروت. وهنا كان صدمة يعني، إنه مش هتكمل. طب أنا مقبول وطلعت من البلد وكذا، ويعني الواحد دخل في مرحلة إحباط، إيش بدي أسوي؟ صرت أروح كل يوم على الأوتيل أحجز على حسابي وأروح كل يوم وأروح كل يوم، فلست. فوصلت لمرحلة قالوا لي بدنا نحطك في الحلقة السابعة. ففي الحلقة السابعة اجيت بدي عشان اعمل بروفا وهيك، وانا بعمل بروفا اجى الفنان محمد عبده يشيك على، كان شايفني يعني يشيك على البروفات، شافني الصبي طلعوا برا وانا طلعت برا. فقال لي انت ما الكاش عنا حلقة. انا هان اتدمرت. روحت قعدت عند حد من قرايبي في دبي، قعدت فترة عندهم، وبين وبين كل انسان بضل تقيل مهما يكون. اتعرفت على واحد من كبار شخصيات رجال الأعمال في الإمارات، أخذنا على حفلة غنيت فيها، طلبت منه أنه يساعدني في موضوع الإقامة، ساعدني موضوع الإقامة. خلصت موضوع إقامتي بعد 6 شهور وأنا مخالف وبشرد من هان ومن هان، وما كانش معي يعني كتير مادة أنه أتصرف. عملت الإقامة، خلصت، غنيت في حفلة لأهم شخصيات رجال الأعمال، كان كل رجال الأعمال فيها. خلصت أغني، لقيت فيه قبول من الجميع، فانبسطوا مني. هذا أخذني لحفلة، هذا أخذني لحفلة، هذا أخذ رقمي. أنا هان يعني أنه خلاص فنان محمد، وين كان وين صار فجأة؟ هذا بشكل سريع. خلال الفترة هاي المادة اللي كنت أخذها بسيطة، بعرفش إيش أسعار المطربين في البلد، صرت أخذ إشي بسيط. في الإشي البسيط هذا السيارات أجارهم رخيص، يعني أسعار السيارات كتير رخيص. شريت سيارة، طبعا السيارة أرخص من أني أتأجر بيت، فكنت عامل زي ما شفته في الفيديو، كنت عامل السيارة هي بيتي، أعلق أواعي وأنام فيها وكذا. ففي يوم مثلا بصحى الصبح بدي أروح أتحمم، إيش بدي أسوي؟ الأوتيلات كان الواحد سهل يزرق يروح على أي مكان هيك، ياخذ له دش عند المسبح ويطلع، وانسوا تصور على أساس إنك رجل أعمال وهيك. شغول شو؟ مرت السنة الأولى بمتاعبها، أنام هاني شوي هاني شوي في السيارة، شوي في الشارع، شوي كذا، اتعبت. وهذا الشيء كان يحبطني ويزيد من شغفي إنه كمل. أمامك طريق.
عندك وصول، عندك حلم، عندك هدف. بعدين الحمد لله ربنا أكرمني، غنيت انتشرت في الإمارات بشكل كبير، بعدين زيت غنيت في الأردن، رحت غنيت في لبنان، رحت غنيت في تونس، غنيت في تركيا، غنيت في اليابان، في طوكيو. يعني كأول فنان عربي في العالم يغني في دولة آسيوية كانت اليابان طوكيو. الحمد لله عملنا أحلى 5 حفلات فيها، والحمد لله رب العالمين انتشرنا بشكل حلو في الوطن العربي. وكنت كل سنة أجي على البلدان في عيد الأضحى، أعيد مع الأهل، أعمل حفلة لأهل البلد، ننبسط معهم. وكانت تواجهني انتقادات من برا، إنه يا محمد أنت وصلت لمرحلة حلوة، ليش بتروح تغني في حفلات الشارع وكذا؟ مش عارف إنه حفلات الشارع هان السعادة، برا الناس بتجامل بعض، والمجاملات كذابة. فأنت بدك تكون دائما تتبع نجاحك بفرحة، تكون مبسوط إنك بتشارك أهلك والناس البسيطة حلمك. فأنا بقول لكل إنسان وكل شخص عنده طموح، عنده إصرار، عنده حلم، ما يخلي أي معيق لإله في طريقه، وبالعكس خلي المعيق سند. يوم ما تخلي المعيق سند أنت خاطب نفسك أنه أنا لازم أكون، ويوم ما تكون إن شاء الله راح تصل، وهتلاقي كل الناس اللي حواليك دعماك بعد نجاحك مش قبل. قبل نجاحك الكل راح يحطك، بعد نجاحك راح تصل، ويوم ما تصل الكل هيقول لك يا سيدي وأهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم.